السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة انخفاض العرض من اللحوم الحمراء وتراجع أعداد رؤوس الماشية بسبب أولا تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة. ولمواجهة هذه الوضعية اتخذت الحكومة عدة إجراءات، منها تعليق رسوم استيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام ودعم الأعلاف باستمرار، وكذلك منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع الوطني. وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع واستقرار الأسعار، ولأننا نحرص على اتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تموين عادي للسوق المحلية وتحسين العرض في الأسواق والدفع بالأسعار نحو التراجع. ويمكن من اليوم سحب دفتر التحملات من البوابة الإلكترونية ديال الوزارة، وستتم هذه العملية تحت المراقبة الصارمة لمصالح الأنصاء. وشكرا. الأول هو القطيع الوطني يرجع كما كان، هذا الأول، ولكن احنا بغينا المغاربة في هذه الأيامات يلقاو الوفرة ديال اللحم وياخذوها بواحد الثمن اللي يقدر على ولكن احنا قلت لك الهاجس ديالي الأول هو نرجعوا القطيع الوطني محسن ما كان. شكرا.